اجراء انتخابات اقليم كردستان، لكن انتخابات تكون شفافه ونزيهه بشرطه ومشروطيته. نحن مع اجراء انتخابات، واليوم نحن مع هذا استحقاق اجراء انتخابات. فيما يتعلق بتوطين الرواتب، نحن مع توطين الرواتب الموظفي اقليم كردستان في البنوك العراقيه المتواجده في اقليم كردستان، وبعد الزيارات المكوكيه التي اتى المسؤولين الكبار السياسيين والحكوميين والمهنيين من اقليم كردستان الى بغداد، واتفاق مع دوله رئيس الوزراء حول تصدير النفط الاقليم والحقوق الاقليم. انا اعتقد اليوم نحن قاب قوسين وادنى بتوطين الرواتب الموظفي اقليم كردستان في بنوك العراقيه في اقليم كردستان.